مرحبا شباب، اليوم بنتكلم عن اللينكت ليس. علشان نفهم اللينكت ليس عدل، خلينا نبتدي بالنود. نفهم شنو النود. اذا رحنا حق الترجمة وكتبنا نود، بيقول لي شنو معناته العقدة، نقطة اللقاء. واذا نشوف هني التعريف ماله، يقول لي a point at which lines or pathways intersect or branch, a central or connected point. معناته انه بيكون نقطة تواصل او التقاء بين شغلات. بنشوف الحين صور شنو معناتها. بعد نفس الشيء عندنا حق التري و حق الفابريشن، synonyms of node اللي هو مرادفات، junction زين الوصلة. زين علشان نعرف او نقرب المثال اكتر، النود عندي في كذا كذا مكان. خلنا نبتدي بالشجرة وروح جسم الإنسان وفي البرمجة. إذا تشوفون وياي، شوفوا هني هاي الشجرة أو النبتة، شوفوا وياي، شوفوا النبتة هني، النود هني، مكان اللقاء. شوفوا هالعصاية تر نود، زين وصلت بالستيم عن طريق شنو؟ نود. تمام، هي وصلت هاي وهاي، وصلت الستيم بالانتر نود. تمام، هاي هي النود وصلت بينهم. زين خلنا نشوف صورة اوضح. مثل ما تشوفون هني نقطة لقاء. لقاء شنو؟ انه تو بيطلع شنو الليف. تمام، مثل ما تشوفون هني ليف، ليف هو ورق الشجرة. تمام، وهني بعد تشوفه برانش. زين فهني بيكون نود، هني نود، اي مكان في وصلة بيطلع منه شيء جديد هني بيكون النود. تمام، مثل ما تشوفهم بعد نفس الشيء، اي مكان في وصلة ثانية، حتى هني ملونهم بالوان ثانية عشان تعرفون النود. ساعات ما يكون في وصلة ولكن يعني يكون مقصوص، فهاي بعد يكون نود، هاي نسبة حق الشجرة. إذا نروح حق جسم الإنسان، نسبة حق الأعصاب بعد نفس الطريقة، الوصلة مالتهم اللي توصل بينهم بعد اسمها نود. تمام، في جسم الإنسان في الدورة الدموية بعد عندنا نود. زين مثل ما تشوفون الشكل شلون صار، شيء دائري وفي وصلات وايد. زين فهاي بعد نود، وهاي صورة أوضح حق النود مثل ما تشوفون. تمام، شيء دائري وفي وصلات وايد. خلنا نروح حق الكمبيوتر، شلون استخدموه كمبيوتر، رسموه بكذي. هاي نتورك، زين ان هاي موصل في ذي، موصل في ذي، هاي الدوائر كلهم يعتبرون نود. تمام، هاي بناخذه ان شاء الله في اخر السمستر. وهاي بعد نفس الشيء نود، وتشوفوا هني النود ممكن يكون عنده كذا وصلة. شوف مثلا أربعة عنده ثلاثة وصلات، ثلاثة عنده بعد عنده وصلتين بس. زين والوصلة يسمونها إج وكذي، مثلا تو عنده وصلتين. وهاي تري، هاي الكلاس بنسويه بعدين اللي هو تري. شوفوا كل نود ليه وصلتين أو إجين خلينا نقول. تمام، وهاي اللي بروحه يسمونه ليف، هاي بعدين بناخذه ان شاء الله في الشابترات الجاية. الحين اتوقع فهمتوا شنو هو النود تقريبا، ان تقدرون تتخيلونه. فالحين خلينا نعرف شنو بيكون داخل النود في العادة. هاي النود احنا بنمثله كدائرة مثل ما شفنا في الصور اللي قبل. داخل النود بيكون شغلتين اثنين، بيكون ديتا ونود الثاني، لأن مو احنا قلنا بيربط بين أشياء. زين النود الثاني وين مكانه؟ زين وتدرون الكمبيوتر يتعامل ويا الأدرس ميموري. فعلشان نقرب الصورة أكثر، سوينا هالرسمة إن خلينا ديتا ونكست. النكست شنو خلينا داخله؟ الأدرس ميموري. كل نودة هني مثل ما تشوفون لها أدرس ميموري خاص فيها. فعلشان الليستة تكون متكاملة ومتلاصقة ويا بعض، ف
فشنو؟ فبيكون في ادرس ميموري، يعني اذا ابغي النود اللي هني بروح لها عن طريق هاي الادرس ميموري. تمام؟ فهاي الادرس ميموري يقول لي شنو النود اللي عقبها، شنو الشيء اللي عقبي. زين، فهني النودة سوت وصلة ويا هاي، صج وصلة مو مرئية، ما في شيء يعني خط او شيء، ولكن بما ان تعرف شنو اللي عقبي كأنه صار وصلة بيني و يعني بين هالنودة والنودة الثانية. الاري شنو صاير؟ صاير في الاري صاير بهالطريقة في الميموري، خلينا نقول هاي الميموري. شوفوا الاري شلون صاير، صاير كلهم ورا بعض، كلهم حجازهم ورا بعض. زين، فمن هاي الاري اسمه حق الاري، ولكن اللينكت ليست شلون صاير؟ صار بهالطريقة زي مثل ما تشوفون. هاي الاري صاير شلون؟ صاير كلهم ورا بعض لازم. زين، فمن كذي احنا نروح حق الاندكس اللي عقب واللي عقب لنا، صايرين كلهم ورا بعض. تمام؟ اما في النود مو شرط يكونوا ورا بعض، يعني في الادرسات في ادرس الميموري مثل ما تشوفون الارقام مختلفة عادي، ما فيها مشكلة، لان ليش؟ نقدر نسوي جامب. يعني مثلا احنا في هالادرس حاليا، لا نقول له زين النود الثانية روح هالادرس عشان تشوف الديتا اللي فيها. تمام؟ فنروح الادرس هالادرس نشوف الديتا، يقول تبي تروح النود اللي عقب روح الادرس عشان تطلع النود اللي عقب وكذي. فكل نود رابط النود اللي عقبه بالادرس ميموري، وهاي اللي بنسميه نكس. زين، فديتا اكيد خم نحتاج ديتا، لان اي اري او اي ليست لازم يكون في ديتا، ونحتاج نكس عشان يودينا حق النود اللي قبل، ولكن لان لازم ابتدي دائما من البداية فلازم يكون عندي هيد. اذا سؤال الحين شلون نسوي هاي برمجيا؟ اول شيء نحتاج نسوي النود. النود شلون بنحتاج نسوي؟ بنسوي كلاس. هالكلاس شغلته بس شنو؟ بس يسوي لي نود. تمام؟ وداخله من ديتا شنو؟ ديتا ونود، اللي هي يعني نوعيته نود، لان مثل ما تشوفون النكس يوم انا اعطيت الادرس، زين هاي نوده، خب كلهم نودلين. تمام؟ فالنوعية أكيد بتكون نود. أما الديتا مثل ما تعرفنا على ريليست فبيكون اي، ممكن يكون انتجر سترينج اللي هو، فبنستخدم اي. تمام؟ فبنسوي كلاس بس يخزن لي الديتا، ما يسوي شيء ثاني. خلينا نشوف شلون بيصير. ولكن مثل ما تعرفون هالنودات كامل لازم تكون في وين؟ في كلاس سينك سينجل لينك ليست. تمام؟ لان النود ما نبي يتعامل مع المين نهائيا. خلينا نشوف، خلينا نروح حق الكومبايلر ونشوف. هاي كلاس سينجل لينك ليست، بنسوي داخله كلاس ثاني بنخليه اسمه نود. طبعا بنكتب كلاس سميناه نود، مثل ما قلنا مساعة عندنا اثنين فيريبل اللي هم data و next. فبنقول private data شنو نوعيتها؟ نوعيتها e. فبس ما بيصير اي، ليش؟ لان الكلاس مو جنراتيك، فلازم اسويه جنراتيك واخلي الاي. تمام؟ فهاي ديتا خلاص. بعدين برايفت قلنا برايفت، قلنا شنو بيكون نوعية النكس؟ بيكون نود، لان اللي عقب بيكون نودة. زين، احنا خزننا النود هني. تمام؟
وقت اللي نخزنه بيكون على شنو؟ على شكل address memory. تمام، احنا خزننا هالنود كامل هني وهالنود كامل هني. تمام، يعني صار كذي. كامل النود، هاي السهم اقصد انه كامل كله موجود هني في النكست. تمام، من كذي نوعيته بيكون شنو؟ بيكون نود. ولكن الشيء اللي بينحفظ هني، لان حق الكمبيوتر اسهل، بينحفظ ادرس ميموري. تمام، ولكن هو احنا شنو خذينا النود كله خزناه في نكست، من كذي نوعيته نود. ولكن كرفرنس عشان الكمبيوتر يحصل النود بس بيخلي له ادرس ميموري. تمام، فسوينا نود. الحين شلون بنسوي النود؟ يعني شلون بنحط فيه ديتا وكذي؟ عن طريق هالكلاس. في هالكلاس شنو بيصير؟ بنخلي الديتا يعني تصير assigned في ال variable ذي عن طريق ال constructor. بنسوي لنا اثنين constructor. تمام، بيكونون private، بعدين بنتكلم ليش private. constructor node، اول واحد بس بيستلم data. تمام، فشنو بيقول له؟ بيقول له this data اللي هو اللي فوق، هاي اللي فوق equal data اللي في القوس. تمام، هاي data اللي في القوس، واذا خلينا this يعني data اللي فوق، لان شنو this عبارة عن اسم الكلاس، كني كاتب كذي. ما عليكم الايرور، بس عشان اوضح فكرة this كني كاتب كذي اسم الكلاس. تمام، فهني حددنا ان هاي الداتا مالت الكلاس. وبعدين شنو عندنا؟ عندنا next equal null. تمام، هاي اللي بنستخدمها، يعني اكثر الاحيان بنستخدم ذي وقت اللي بنسوي الكونستراكتر. بتعرفون لان ليش في هالكلاس تقريبا كله بنستخدم هاي الكونستراكتر. الكونستراكتر الثاني بنخليه، ولكن بيكون حق الدبل، بيكون شنو؟ برايفت نود، نفس الشيء بالضبط، ولكن شنو هني بنستلم نكست. تمام، بعد بنستلم next، بنقول له node، لأن نوعية next هو node. فالحين نفس الطريقة، this dot data equal data، بعدين شنو؟ بعدين شنو؟ this dot next equal next. تمام، الحين خلصنا من النود، بس هل اللي بنسوي حق النود؟ بنسوي ميثودات ثانية تتعامل ويا النود، ولكن مو هني، ما بتكون موجودة في هالكلاس. تمام، براويكم شغلة بعد زيادة ما سووها حق الكلاس، خلوه هني ستاتيك. ليش خلوه ستاتيك؟ خلوه اراويكم. انا هني عندي ليست، صح؟ زين، اذا عندي هني ميثودات في الليست مالتي،
بس شوي نحط ديكيشن، بس خلينا ذلين عشان نقدر نلاحظ ان هاي كلاس، هالكلاس اللي داخل ما له شغل في اللينك ليست. حل المثودات اللي بنسويهم في اللينك ليست بيتعاملون دايركت ويا كلاس نود، ولكن في شغله ابي اراويكم. خلينا نقول مثلا عندنا هني اي ميثود public بخليهم void لان مثال. خلينا نقول test تمام، هاي ميثود. فخلينا نروح الحين شوفوا هني الكلاس، هالكلاس شنو مو كاتب صوبه انا شيء. فاذا الحين اسوي لي اوبجكت من نوعيه سنجل ليست، فشنو فاذا كتبت ليست دوت دوت شنو عطاني؟ عطاني ذاك الكلاس اللي داخل اللي موجود داخل، ولكن انا هالشيء ما ابغي. علشان هالشيء شنو بخليه اول شيء ستاتيك لانه ما في ميثودات اصلا، فما بيضر شيء، بخلي الكلاس يكون ستاتيك. شوفوا الحين ما في، ما طلع الكلاس زين. والشغله الثانيه بعد بخليه برايفت، يعني عشان ما يكون في طريقه انه يقدر من المين يستدعيها. فهالكلاس بيكون برايفت ستاتيك وما بيكون في طريقه من المين يستخدمها. مثل ما تلاحظون هاي كلاس داخل كلاس زين، كلاس النود سويناه داخل السنجل لينك ليست، هاي اللي يسوي لنا النودة، والسنجل لينك ليست هو اللي يربطهم في بعض، هو اللي يسوي الاد ريموف كل شيء يسوي. هاي مجرد يسوي لي النودة، مجرد يسوي لي هالاثنين داتا ونود بس زين، كرييت بس، شغلة ثانية ما يسويها. زين الحين اذا نروح حق اللينك ليست، شنو اهم شيء في اللينك ليست مفترض يكون عندي؟ مثل ما تشوفون هاي بيكون شكل اللينك ليست مالي زين. داتا ونكس اعتنى فيهم النود، فخلاص هاي نود ونود ونود. فشنو الفيريبل اللي احتاج يكون عندي في ال سنجل لينك، سنجل لينكد ليست؟ احتاج يكون عندي شغلتين. اول شغلة الهيد لازم يكون معرف، ومثل ما نعرف نوعية الهيد شنو بتكون، بتكون نود، لان هاي نودة اول واحدة هاي نودة، فبيكون نود تمام. مو شرط يكون اسمه هيد، يمكن ستارت، يمكن بيجن، اي شيء تمام، ولكن المعروف الستاندر هيد انه هو الراس، هو الساس، فش اسمه فبنسميه هيد. على فكرة في كلاس ثاني بيتغير الاسم بس بيبقى هو نفس الفكرة، يعني هو الاساس، هو اول واحد تمام. هاي شغلة. والشغلة الثانية شنو بنحتاج؟ بنحتاج نعرف كم نودة عندنا، 5 6، فاكيد بنحتاج سايز. فهل فيريبل اثنين بنحتاجهم في الكلاس مالنا تمام. روح حق الكومبايلر، بنشيل هالميثود. مثل ما قلنا بنحتاج برايفت، بيكون نوعيته شنو؟ نود هيد. تمام، بعدين برايفت انتجر سايز. تمام، الفيريبل خلاص خلصنا منه. اذا عرفنا فيريبل شنو نحتاج في العادة، بنحتاج كونستراكتور، لازم كونستراكتور، لان ليش لازم نعرف شنو يصير وقت اللي اول مرة نحط، اول مرة نسوي الليست. هتشوف هني وياي، هني وقت اللي اسوي كونستراكتور لازم اعرف شنو اللي بيصير صح. زين شوفوا وياي الحين عندي داتا فاضية، فشنو انا ما ابغي ان الكومبايلر يحط معلومات كذي من كيفه، فانا احدد له شنو اللي ابغي
زين، فاخلي كونستراكتور اقول له ابلك سنجل. الحين احنا كله في السنجل نشتغل. ما بنشتغل في كلاس النود نهائيا، خلصنا كلاس النود، الحين كله شغلنا على السنجل. تمام، ما في شيء بنستلمه من برا، لان شنو النود احنا بنسوي، والسايز هو بيزيد على حسب النود، فالنود داخل صاير داخل الكلاس، فما له شغل في برا، فما بنستلم شيء في القوس، مجرد بنخلي شنو الستاندر العادي، بنقول له هيد equal null، ونقول size equal zero. تمام، لان ليش اول ما نسوي link list ما في شيء، لا في نود ولا في اي شيء. خلينا نبتدي بالميثودات السهلة، خلنا نشوف شنو الميثودات اللي نقدر الحين في دقيقة واحدة نسويه. constructor سويناه already، خلينا الهيد equal null والسايز equal zero. بنسوي شنو size، نرجع السايز، وبنسوي شنو is empty، بنشيك ان الليست empty. وبس هالاثنين. خلينا نبتدي الحين نسوي ريتير حق السايز ونشيك اذا امتي او لا. حق السايز بيكون كلش سهل، الميثود اوريدي انتو تعرفونه، public integer size return size. تمام، هاي نسبة حق السايز. اما نسبة حق is empty نقول له public boolean in a condition نقول له is empty. ريتير شلون بيعرف ان الليست فاضي؟ شغله كلش واضحه، اذا الهيد ما في نود معناته شنو؟ يعني الليست فاضيه. فشنو بنقول له؟ بنقول له هيد ايكوال ايكوال نال، في الحاله بنعرف ان الليست فاضي او لا. تمام، فالحين شنو بنسوي؟ بنسوي اهم شيء اللي هو الاد. خلينا نعرف شلون يصير الاد.